يقول هناك بعض الأدوية لا تعطى للوافد عن طريق الوصفة الطبية رغم أنها متوفرة بالمستشفى، فهل نحصل عليه بطريقة واسطة؟ لا ما يجوز، ما يجوز. يعني هذه الأدوية تعطى خلنا نقول يعني مثل الحين شركة طيب تعطي الموظفين اللي فيها خصومات لأشياء معينة، ما يصير أنت تأخذ هذه الخصومات، هي جعلتها للموظفين في هذه الشركة مقابل عمل بهذه الشركة، فتعطيهم بعض الخصومات مثلا أو كذا. طيب أسرة مثلا تعطي مساعدات للأسرة نفسها، المحتاج من الأسرة، فيأتي واحد من الأسرة يقول أنا مو محتاج عشان بيعطي واحد من الخارج، لا يجوز، لا يجوز، هذا كله من الغش. فالدواء أنا سألت بعض الأطباء والصيادلة عن هذه القضايا، قالوا ما في، يعني هو كل القضية أنه يعني شبيه به أو كذا أو كذا، لكن لو الناس إنسان احتاج لهذا الدواء بسبب حياته أو موت يعطون هي، ما في شيء يمنع من الدواء إذا كان في حياة أو موت. لكن قضية أن هذا الدواء أحسن أو له مثيل لكن يكون أرخص منه ويباع في السوق، فلا ما يجوز هذا.